لما بدأت أتابع دكتور أحمد عمارة كان دايما بيقول إن تأثير كلمة واحدة في حياتك ممكن يغير حياتك كلها، ممكن يحول حياتك من حياة لحياة تانية خالص. إزاي؟ ببساطة كده، لو أنت دايما بتقول لنفسك إن أنا فاشل أو إن أنا مقدرش أو حياتي صعبة، هتلاقي إن أنت فاشل وحياتك صعبة وما بتقدرش. وعلى النقيض، انت لو بتقول لنفسك دايما ان انا اقدر، حياتي هتبقى في تطور اكتر واكتر، ان انا هنجح وهوصل، هتلاقي ان انت واحده واحده بتنجح، حياتك بتتغير، حياتك بتختلف وبتبقى اسهل. ليه؟ لان ده الحديث الداخلي بتاعك، او ده الكلام اللي انت بتقوله لنفسك. فلما بدات اخد المعلومه دي واطبقها على حياتي وشوف انا الكلام اللي بقوله لنفسي مخلي حياتي بالشكل ده، فلقيت ان انا دايما بقول لنفسي ان انا فاشله او ان انا مقدرش او ان انا ما عنديش مناعه فبتعب بسرعه او مش هقدر اوصل عشان انا بنت. فاكتشفت حاجة مهمة جدا في اللحظة دي، اكتشفت ان كل اللي بيحصل ده او كل الفشل اللي في حياتي او ان الناس ما بتحبنيش او ما بتعبرش عن حبها ليا بالصورة اللي انا عايزاها، مش عشان ان انا مش محبوبة او عشان اهلي او عشان المجتمع او علشان انا بنت، كان كل ده بسبب حاجة واحدة بس، هو انا السبب، انا اللي كنت السبب، ان محدش تاني كان السبب غيري. انا اللي كنت السبب في ان انا بقول لنفسي ان انا فاشله عشان كده ما بوصلش، وان انا محدش بيحبني عشان كده محدش بيحبني بالطريقه اللي انا عايزاها علشان انا كمان ما كنتش بحب نفسي، وان انا بتعب او بيحصل لي امراض في جسمي علشان انا شايفه ان انا سهل ان انا اتعب بسرعه. فلما بدات اخد المعلومه اللي انا عرفتها من دكتور عماره واطبقها في حياتي، وان ازاي تاثير الكلمه الواحده ممكن يغير حياتي كلها، بدا الموضوع يختلف. وقتها عملت زي اللي لقي الابره في كومه القش، بس كان في دايما حاجه بتقف قدامي، اللي هي ازاي قوه كلمه ان انا فاشل اللي هي مدعومه بصور وبذكريات ومشاعر كبيره جدا، قصاد كلمه ان انا ناجح وكويس اللي هي مش مدعومه بحاجه ومش مدعومه باي افكار ولا مني ولا بالمجتمع ولا ذكريات ولا صور ولا اي حاجه. فاكتشفت سر عظيم جدا اللي خلاني وصلت ان انا اغير حياتي كلها. لو جبت الكلمة اللي هي مدعومة بمشاعر وأفكار وذكريات وصور وكل الحاجات الجميلة دي ومسكتها وجردتها من كل الحاجات دي، جردتها من مشاعرها وجردتها من الصور بتاعتها وحيدت كل المشاعر أو لخبطت الصور دي، هيبدأ الفكرة تكون بيضة مجردة. يعني هي كلمة زي أي كلمة، فهتبقى بيضة. فلما تبقى بيضة، أنا أدعم الفكرة الجديدة زي أن أنا ناجح وأدعمها بأفكار ومشاعر وذكريات وصور وحاجات كتير، فتبقى هي أقوى من الكلمة دي، فتبدأ تنعكس في حياتي وحياتي تبقى مختلفة بسبب الكلمة دي. وقتها أنا عرفت فعلا سر التشافي، مش بس التشافي الجسدي، لا، التشافي الجسدي والنفسي وتشافي مع الذات، علاقتك مع الذات وعلاقتك مع الآخرين، تشافي على كل مستويات الحياة. وأكتر كلمة وأكتر سر أنا اكتشفته وعرفته في رحلتي مع قوة الكلمة، إن الحب هو أكبر كلمة وأكبر شعور ممكن تحسه وممكن تقوله لنفسك يغير ويشافي فيك كل حاجة. يعني الحب ممكن يعالج أمراض، الحب ممكن يعالج علاقات، الحب ممكن يغير ويطور حاجات كتير قوي جوه نفسك، الحب ممكن يخليك ناجح، لأنك لما تحب نفسك كل حاجة هتحبك والكون هيحبك، وقتها تقدر توصل للي انت عايزه. واكتشفت ان الحب مش بس ممكن يغيرك، ممكن يغير شعوب ويغير كمان منظومة الكونية كلها، وان وقتها انت هتبقى ملكت حجر الفيلسوف اللي ممكن يحول الحديد لذهب. ومن قلبي لقلوبكم حب كبير قوي، ولو عجبك الفيديو ممكن تكتب لنا كومنت تحت وتقول لنا ايه اللي عجبك فيه، وان شاء الله نتكلم عنه اكتر، وان شاء الله نعمل محاضرات مجانية عن الموضوع ده. باي.